في فير بلاي نحكيو على دوري السوبر الافريقي اليوم نلقى تقريبا صدى كبير البطولة هذه في تونس وكذلك في افريقيا الكل خصوصا بعد الندوة الصحفية رئيس الاتحاد الافريقي موتسيبي اليوم كانت تقريبا باش ناخذوا اكثر تفاصيل على البطولة هذه ما يهم كل الاندية التونسية الافريقية خاصة في المسابقة هذه معنا زميلنا الإعلامي المتخصص تقريبا في الكرة الإفريقية وصاحب برنامج الكرة الإفريقية على قناة النيل الرياضية الإعلامي الكبير طارق رضوان. كابتن طارق أهلا بك. أهلا بحضرتك كابتن إسلام وأهلا بكل مستمعينا ومشاهدينا في تونس. مرحبا بك، سعيد جدا ديما بوجودك معنا كابتن طارق. وأنا أسعد بيك وبشغلك المتميز الحقيقة، وعايز اقول لك يعني مش هقول لك سر، هقول لك ان انا باخد حاجات كتير في الحصص بتاعتي وبعرضها وبقدم لكم الشكر، يعني ده الامانه بتقتضي ده لان انتم بتعملوا مجهود كويس قوي. الله يخليك، الله يخليك كابتن طارق. دونك نحكيو شويه على بطوله السوبر الافريقي، اكيد بطوله مهمه باش تكون ظهر لي وحوافز ماليه خاصه كبيره للانديه المشاركه. نعرفوا اللي تقريبا الجوائز السابقه في دوري ابطال افريقيا ما كانتش تكفي، خاصه فما تنقلات كثيره وتكلف باهظا النوادي. تقريبا الاهلي ولا ترجي بوصولهم للنهائي يمكن يكونوا حتى يصرفوا اكثر من اللي يدخلوا من المسابقات هذه، لكن يبدو انه البطوله هذه بشكلها جديد باش تكون حاجه اخرى. صحيح، هو البطولة دي طبعا الاتحاد الدولي لا يخفى عليها هتحاول انه يعملها على المستوى الاوروبي ويطلق ما يسمى دوري السوبر الاوروبي، لكن ما خدش الاغلبية الكافية، معظم الاندية او معظم الوسط الاوساط الاعلامية في اوروبا وقفت ضدها، لف انفنتينو وراح ناحية الاتحاد الافريقي واهتم جدا بالموضوع وحضر المؤتمر اللي اتعمل النهاردة، ده كان امر غريب، يعني مؤتمر معمول في مدينة اروشا في تنزانيا كان هو حريص ان يكون موجود فيه، واعلنوا رغم انه فاضل سنه لسه على البطوله ديت، يعني هم مهتمين بيها اهتمام غريب وعامل لها دعايه كبيره جدا. جوائز زي ما انت قلت في البدايه يعني لم تحدث، يعني جوائز دوري الابطال كانت 12.5 مليون دولار كلها كل الفرق، دلوقتي جوائز الفريق اللي هياخد البطوله هيحصل على 10 مليون دولار والجوائز ستتعدى ال 100 مليون دولار أو الحافز المالية لكل الفرق المشاركة. ولكن طبعا في علامات استفهام كثيرة جدا حول هذه البطولة، علامات استفهام في تقسيم الفرق، في توزيع المجموعات، في الحوافز المالية، تدبيرها، الحاجات دي كلها أكيد هنتكلم فيها. أكيد كابتن طارق، أكيد تابعت اليوم مؤتمر الاتحاد الافريقي، شنو ابرز حاجات شدت انتباهك في خاصه في كلام رئيس الاتحاد الافريقي موتسيبي، وخاصه ايضا انه نعرف ان الاتحاد الدولي وجياني انفنتينو داعم للفكره هذه؟ هو اكثر حاجه لفتت نظري موضوع ال 24 نادي اللي هي هتتكون منها البطوله، وال 24 نادي ده في الوقت اللي انت عندك فيه القاره 54 دوله، فمعنى كده انه في دول كثيره جدا ستحرم، هيدي الحق ممكن من بعض الدول ان يكون ليها ثلاث انديه ده طبقا للتصنيف وطبقا للنتائج في السنوات الاخيره، ومقسم ال 24 نادي الى ثلاث مناطق، منطقه شمال اللي هي فيها طبعا مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب لها القوى العظمى، وده امر غريب جدا اللي هي بتستحوذ دائما على المراكز الاولى، يعني انت لما تيجي لاي دور ربع نهائي في دوري الابطال او الكونفدراليه في السنوات الستة أو السبعة الأخيرة هتجد 80% من الفرق من شمال أفريقيا، فإزاي أنت تحطهم كلهم في مجموعة واحدة وبعدين نقسم بعد كده منطقة الغرب والوسط؟ منطقة الغرب هتتكلم على الأندية السنغالية غير موجودة، يعني ما فازتش عمرها بالبطولة، أندية نيجيريا وكوت ديفوار وغانا كان لها ماضي وتاريخ في الثمانينات التسعينات، أسيك أفريكا سبورت، أشانتي كوتوكو، هارتس أوف أوك، كان في رينجرز النيجيري، لا شوتينج ستارز، لكن اين هذه الفرق من 20 سنه؟ مفيش، يعني مفيش تشوف... فريق القطن الكاميروني كان في القطن الكاميروني برضه اسلام، القطن من 2008 مش يعني مش بقالنا حوالي 14 15 سنه يعني، وكان وصل امام الاهلي للفينال يعني، فدي منطقه الغرب. منطقه الوسط طبعا منطقه يعني محدوده جدا والانديه فيها اقل، منطقة الشرق والجنوب ربما يكون فيها ثلاث أندية في الصورة في الفترة الأخيرة،
هتلاقي من تنزانيا نادي سيمبا، وده يعني بيوصل دوري المجموعات لكنه عمره ما حقق البطوله او وصل فينال. هتلاقي نادي مازيمبي، هتلاقي في الجنوب طبعا سان داونز. فالتقسيم غير عادل. تعال بقى انا بكلمك على منطقه او منطقتين اللي هم الشرق والجنوب، فيهم ثلاث انديه. منطقه الغرب والوسط لا يوجد بيها اي نادي تقدر تقارنه بالقوى العظمى اللي موجوده. يعني لما تيجي تمسك كده في مصر الزمالك والاهلي، تروح الى تونس الترجي والنجم الساحلي والافريقي، وبعدين تروح بعد كده الى الجزائر شباب بلوزداد بطل الدوري ثلاث سنوات، وفي شبيبة القبائل. تروح الى المغرب الوداد حامل اللقب، والرجاء حامل لقب الكونفدرالية العام قبل الماضي. فتوزيع غير منطقي غير عادل ومحتاج لاكثر من علامة استفهام. دي اول حاجة بنطرحها، ان كل المراقبين وكل الخبراء في شمال افريقيا يتكلموا فيها. تاني حاجة، الاتحاد الافريقي على حسب ما انا شفت عنده مشاكل مالية في السنوات الاخيرة، وعنده مشاكل في ميزانياته. طيب انت بتتكلم النهاردة على اكتر من 100 مليون دولار، من اين ستأتي بال 100 مليون دولار؟ هل ستأتي بها من عائد البث؟ طيب تعالى نحسب عدد الدول اللي هتشارك. لو انت قلت متوسط الدولة فرقتين، بلاش ثلاثة، متوسط الدولة فرقتين، يبقى عندك في ال 24 تيم 12 دولة. هل ستجمع منها العائد اللي بما فيه الامور الاخرى؟ يعني هل ممكن انت تجمع منها مثلا 120 او 130 مليون دولار؟ انا اشك في ده شك كبير جدا. هل هيستجيبوا للدفع القنوات الفضائيه؟ وهل ستسدد؟ يعني برضو دي نقطه. ثالث حاجه، علامه استفهام اخرى بالنسبه للانديه الكبيره اللي هي اعتادت انها توصل لمراحل متقدمه، زي الترجي في تونس، وزي اهلي وزمالك في مصر، وزي وداد ورجاء. تعرف النهارده كابتن اسلام الفريق اللي هيوصل الفاينل هيلعب 21 مباراه بالضبط. 21 مباراه. انتوا الدوري السنه دي كان في تونس عندكم ايه؟ عباره عن مجموعتين، دور ذهاب واياب، نظرا للضغط الزنامه معناها. يعني امر غريب جدا. في مصر لليوم ما انتهتش البطوله في ظل معناتها النظام السابق، فما بالك كيفاش باش تكون بالنظام الحالي معناها. وبيقول لك البطولة هتستغرق 10 أشهر، من أغسطس تستغرق إلى شهر يونيو، يعني واخدة الموسم كله تقريبا. طب يعني أنت، وبعدين إذا كان اللاعب في مصر بيلعب في الدوري 34 مباراة وبيلعب في الكاس، أنا بكلمك على الفرق البطولة اللي هي الكبيرة اللي هي بتشارك، يعني بيلعب 6 مباريات أدي 40، وهيلعب 21 أدي 61، وهيلعب سوبر محلي عندنا في مصر 62، وهيخش في مباريات مع المنتخب المصري مش اقل من 10 مباريات ما بين وديه وما بين رسميه 72. هو تقريبا في اوروبا ما يوصلوش للارقام هذه. ناهيك عن كاس العالم للانديه، ناهيك عن منافسات في بطولات عربيه. مين اللاعب اللي عنده القدره يلعب 75 في اوروبا ما يوصلوش للارقام هذه؟ لا يمكن. وبياخدوا راحة طويلة شهرين وثلاثة، وانت متابع طبعا الدوريات في أوروبا كلها انتهت في نهاية مايو، معظمها كتير قوي أول يونيو، وخدت وابتدت بعضها يوم الجمعة تقريبا. فما اهتمام بالجانب المالي والأرباح من الاتحاد الأفريقي أكثر من صحة اللاعبين وسلامة اللاعبين، حسب هذا حبيت تقول. طبعا طبعا. احنا هندفع فاتورة الفينتينو، كان عايز يطبق الفكرة في أوروبا وفشلت ولقى معارضة، فبيلف في أوروبا من طريق آخر وهو طريق القارة الأفريقية. وعايز يعتمد البطولة دي ويقول لهم أهو أنا اعتمدت البطولة وموجودة وبتتزاع وبتتعمل، وهو مساند ليها بشكل كبير جدا يعني. لكن كابتن هو من جهة ثانية فما أرقام مالية كبيرة، يعني تقريبا كل الفرق المشاركة باش تاخذ 1.5 مليون دولار، هذا فقط للمشاركة. أيضا الجائزة المالية للفوز باللقب تقريبا جائزة ضخمة جدا، هذا ممكن تغري الفرق تقريبا للمشاركة، ولا تكون ممكن من الحاجات الإيجابية في البطولات هذه. طبعا دي أهم الإيجابيات. يعني أنت لما تقول للفريق هتاخد 10 مليون دولار، خلاص أنت كده يعني بتتكلم في مبلغ وقدره، ومبلغ يشيل عبء كبير عليه. لكن احنا برضو عايزين نبص للمستوى الفني، عايزين نبص للمستوى التنافسي. انا اتكلمت بكل امانه، يعني هي الميزه الوحيده ربما الميزه الماليه،
وبرضو يعني ارجع واقول لك سؤال، وهو السؤال الرابع يعني او نقطة رابعة، هو دوري الابطال مش كان فيه الترجي والرجاء والاهلي والزمالك والاتحاد الليبي يعني انا عايز اسال سؤال السنه دي مثلا، هو القرعه معموله امبارح، اتحاد واهلي طرابلس، ترجي، اتحاد المنستير، شباب بلوزداد، الوداد، الرجاء، الزمالك، الاهلي، ما هو دي فرق ابطال، مازيمبي، سان داونز. طب انت يعني ايه الفكره؟ ايه الفكره؟ ما فيش اي ميزه غير نقطه الحافز المادي، لكن هو عايز يسحب برضو البساط من دوري الابطال، وحقوق البث لقد تكون موجوده مع احدى القنوات، وكان عيسى حياته عامل عقد لغايه 2026 فياخد الحقوق ويموت بطوله دوري الابطال ويستعيد عنها بدوري السوبر، زائد طبعا انه هيكون ارضى انفنتينو. دول الحاجتين الرئيسيتين، بس احنا كشمال افريقيا نتضرر كثيرا، لان هقول لك انه مثلا في الكاميرون، في نيجيريا، في هذه البلاد بيلعبوا كوره وليهم تاريخ، غانا، كوت ديفوار وغيرها، بس لا يهتموا، وهم بعيد عن الفوز بدوري الابطال او الكونفدراليه، لانه تقريبا ابرز المواهب نتاعهم تمشي لاوروبا، ابرز اللاعبين ما يقعدوش في افريقيا، يعني يمشيوا يتخاطفوهم الانديه الاوروبيه مما يضاعف الانديه نتاعهم، يعني غياب كامل على التنافسيه. وانت عندك في شمال افريقيا كمان الفتنه الاداريه، في شخصيات متميزه تدير بحكمه، عندها القدره ان هي تضم عناصر جيده، عندها ضخ مادي ومالي افضل من الانديه في افريقيا بكثير، عندها اعلام قوي جدا متمثل في برامج وقنوات وغيره يعني. فبالتالي الفرق والهوى بقت واسعه ما بين شمال افريقيا وما بين باقي القاره باستثناء جنوب افريقيا، وكان احيانا وان كان خرج من المنافسه مازيمبي كمان، انت عندك مازيمبي بقاله سنتين ثلاثه مستوى خارج الخدمه يعني، مش هو ده مازيمبي اللي احنا بنعرفه. تتوقع الفشل كابتن البطوله؟ والله لازم يتعمل تعديلين باسرع ما يكون، عدد المباريات ل 21 مباراه ده كارثه، كارثه بمعنى الكلمه، ونظام التوزيع الجغرافي. هو الترجي لما ينهي الموسم النهارده، الترجي لما يلعب وينهي الموسم في شهر مايو، اللاعب هيعمل ايه لما يكمل؟ يعني اللاعب كمان هيكمل بعد ما ينتهي الموسم في مايو، يكمل في مايو ويكمل في يونيو، وربما تمتد الامور، دي مشكله كبيره جدا. وانت بتبدا الموسم في اغسطس كمان، قبل احنا ما كلنا معظم الاقطار العربيه ما فيش قطر ابتدى فيه الدوري، فدي هتعمل لنا برضو مشكله. تاني حاجه ان انت تعيد التوزيع، دخل، وده اقتراح انا قلته عندنا يعني في وسائل الاعلام المصريه، حط مع منطقه الغرب، ممكن تحط مثلا الرجاء والوداد مع منطقه الغرب اللي هي فيها انديه السنغال وانديه مالي، وممكن تحط مع منطقه الشرق الانديه المصريه، صحيح. تخش مع سيمبا وتخش مع الهلال والمريه، صحيح، خدت بالك؟ والشمال يتبقى فيه انديه الجزائر وانديه تونس وليبيا، كده الامور تبقى متوازنه شويه، معقوله الى حد ما، متوازنه شويه، لكن المنطقه بالتوزيع ده لا، ما ينفعش، في ظلم كبير يعني. في اعتقادك عن حسن نيه ولا فما شويه محاباه لانديه جنوب القاره؟ لا، هي فيها حاجتين، محاباه لانفنتينو رقم واحد وارضائه، لان انفنتينو لا يخفى على احد هو اللي بيدير تقريبا يعني. انفنتينو شنو مصلحته بالتوزيع يعني. الجغرافي يعني شنو مصلحته انفنتينو؟ انفنتينو يفعل كل شيء في القاره من فتره، بس اثناء الحاجه الوحيده اللي ما عرفش يعملها ان هو كان عايز يلغي كاس الامم او ياجله، لكن تصدى ليه سمو القطوه بقوه يعني. فهي دي نمره واحد، ان هو مجاملة لي. نمرة اتنين، انه يبتدوا يسيطروا شوية على سيطرة وهيمنة اندية شمال افريقيا على البطولات، الدوري الابطال والكونفدرالية وبالتالي السوبر يعني. واضح. شكرا لك كابتن طارق، تقريبا اضافات مهمة جدا كالعادة بخصوص البطولة هذه، ان شاء الله تكون مداخلات ايضا، اكيد باش تكون فما تطورات للموضوع هذا، شكون الاندية باش تشارك فيها، قداش من فريق في كل بلد، هذا كل مازال ما اعلنوش الاتحاد الافريقي. مالهاش يا اسلام غير حل واحد. كل رؤساء الاتحادات، دكتور وديع الجريء عندكم، عندنا في مصر الاستاذ جمال علام، فوزي نجع، في الجزائر، الكل يتفق او يجتمع ويعمل مذكره انه فكره وجود
شمال افريقيا كله في مجموعه واحده ما ينفعش، ولا بد ان تعاد الحسابات واعاده التقسيم. صحيح، ده الحاجه المظبوطه. فكرة ظالمة. صحيح صحيح. شكرا لك كابتن طارق على كل هذه الايضاحات والتفاصيل الفنيه، ورايك اكيد مهم في مثل هذا الموضوع، واكيد مهم جدا ايضا. موزيكا بعد مكملين في ريبلاي في اخر جزء من حصتنا اليوم.